حياكم الله وسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم زملائي في الاستديو، ونرحب بكم في هذه الفقره الجميله، فقره سوقنا من سوق الجبيل. اليوم ان شاء الله نستعرض فيها وياكم اسعار اللحوم المعروضه عندنا في هذا القسم الثالث من سوق الجبيل، قسم اللحوم والدواجن. بدايه من هذا المحل مع اخونا حنيف. حنيف اليوم ما شاء الله عنده كميه طيبه من الذبايح اللي واصله عندنا اليوم الصبح. السلام عليك يا حنيف. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله زين تمام. الله يعطيك العافيه. خبرنا اليوم شو عندنا ما شاء الله من الذبايح. ما شاء الله والله هندي في صقر، صقر فيه مال هندي. كم الاوزان اليوم؟ 6 7 كيلو؟ ممكن 6 5 ونص، 6 كيلو، 6 ونص، هذا شكل يجي. ما شاء الله هذا كله ذبايح الهنديه عندنا مشاهدينا الكرام. كم سعر الكيلو اليوم؟ كيلو 8 كيلو 38 واحد كيلو. ذبيحه كامله كم يطلع سعرها؟ ممكن يجي 220 240 شكل يجي. 220 ل 240 250. نعم، تسوون بعد لحم مفروم ولا ما تسوون لحم مفروم؟ مفروم الاجل احسن من الاسترالي. نعم. قروف استرالي من الاسترالي. والسعر نفس الشيء ولا في فرق في السعر اذا لحم خالي مفروم؟ مفروم خالي بدون هذا ما يجي، مال الهندي صغير صغير يجي. ايه بعدين هذا مطلع مفروم احسن. اذا تاخذ الهندي مشاهدنا العزيز ويسوي لكم شكل مفروم. نعم، يصفي لكم من اللحم ويسوي لكم من المفروم، وبغيتوا ذبايح ثانيه ايضا موجوده. انزين خلينا نسير وياك قدام هنا نشوف. هذا الهندي كله؟ هندي مال الهندي مال الظهر فيه. نعم. مال الكتف فيه، مال الفخذ فيه. خلينا نفتح الثلاجه هنا نشوف وياكم مشاهدينا الكرام. طبعا شفنا الذبايح هناك كامله، وهني عندنا ذبايح مفصله. هذا عندنا الفخذ، هذا كتف، هذا شكل، هذا وهذا روح شكل. نعم، ان بغيتوا ذبيحه كامله، ان بغيتوا ايضا بالكيلو موجود عندنا في هذا المحل عند اخونا حنيف. وهني عندنا ذبايح الباكستاني، اجل كبده مال الباكستاني، هذا كيلو 32 مال الباكستاني فريش، هذا طياره. نعم. طياره جي. طيارة. نعم. السم سم سوا سوا يجي، قلب يجي، القلب والكبد عندنا هني. وهناك هذاك شو؟ هذا مال البطنيه، مال الاجل، مال البطنيه، مال المفروم، مال الكباب. نعم، هذا يستخدمون اكثر شيء للمفروم. مفروم صح، اكثر شيء للمفروم. مفروم، مال الكفته، كباب. زين شو الاسعار اليوم؟ كم الكيلو؟ كيلو 30 درهم هذا. 30. والكبد هنا عندنا؟ كبده 32. 32 يعني اليوم لحم صافي نقول 30 درهم من العيد. هذا بدون هذا فقط لحم 32. 32 ما شاء الله. هذا مال البطنيه 30 درهم. هذا 30. 30 درهم. انزين يعني اليوم عندنا اسعار ذبايح. نزل الحنيف مسير ياكم قدام بعد نكمل مشاهدينا الكرام. اليوم الاسعار تبدا من 30 الى 32. وهني عندنا بالعظم كم؟ هذا مال الريش، هذا 22 بعد كله 22. مال الريش، مال الرقبه، هذا كله 22. عظم اللحم سوا سوا. عظم باللحم اليوم مشاهدينا الكرام على 22 درهم. 22 صح. هذه قطع عندنا ريش هنا؟ هذا ريش، هذا مال الرقبه. نعم. هذا مال الدوش. هذا كله هذا حق الطبخ ولا حق ياخذون المفروم زياده حنيف؟ لا هذا كله مال صالونا، قطع مال طبيخ صالونا. طبيخ صالونا. نعم. وهذه القطع شو هنا بعد؟ هذا سمسم، هذا مال دوش، مال صدر، هذا شنو؟ مال فيليه، في مال فتيله. مال فتيله هذه. فتيل فتيلة. هذه تكون اغلى قطع، اغلى قطعه تكون في الذبيحه مشاهدينا الكرام. أيوة. هذه حنيف يكون شوي سعر غير، هذا غالي. هذا ايوه 35، وهذا كيلو 35 مال فتيله، هذا مال شوي تكاكسن. مال برجر، مفتي مال مفتي. نعم. برجر اكثر شيء يستخدمون هذه القطعه. كيلو 35 مال 35 تكون سعره دائما مشاهدينا الكرام. وزي هنا شو عندنا بعد حنيف قدام؟ هذه قطع الظهر عندنا. شو بعد هنا ما شاء الله؟ عندنا الموزات، هذا مال 20 درهم، مال ريش، هذا مال بقر بريش 20 درهم. هذا طبعا اكثر شيء للمشواي مشاهدي. هذا شويه عظم جاهز، هذا شكل 20 درهم، هذا 20 درهم. هذا مو موز، هذا كيلو مال هذا 15 درهم. 15 بدون هذا 35 موزه. اذا لحم صافي 35. 35 مال اجل موز، هذا اجل موزه بدون هذا صافي. يعني الحين حنيف هذه قطعه كم يطلع سعرها كامله؟ كامل يعني تقريبا هذا اما هذا سوى سوى 30 يجي 35. نعم. شكل يجي 30 الى 35 هذا سوى سوى يجي اذا بالعظم بدون هذا. نعم. اذا كيلو يساب 35 يجي 35. وهذه عندنا قطع الظهر ايضا. نعم. مال الظهر هذا 23 مع عظم، هذا كله مفتيك. نعم. مالماتيكا شوي، هذا عظم سوى سوى 23 بدون هذا 35 مال الظهر. وهذاك عندنا العكاوي، العكاوي كيلو 25 وهذا كيلو 25. 25 25 كيلو عندنا العكاوي مشاهدينا الكرام. شكرا يا حنيف بارك الله فيك.
جزاك الله خير. طبعا استعرضنا وياكم اليوم مشاهدي الكرام مع اخونا حنيف اليوم عند الغنم الهندي، متوفر اليوم الكيلو فيه 38 درهم بالاضافه الى انواع اللحوم الثانيه من العيل. اليوم عندنا تتراوح الاسعار بين 22 الى 35 عفوا 32 درهم اليوم، وعند اللحم الصافي على 30 درهم. وهني عندنا ايضا محل ثاني. السلام عليكم، كيف حالك بي؟ تفضل، جزاك الله خير. كيف حالك؟ زين الحمد لله. شو اسمك بي؟ محمد نومان. منو؟ محمد نومان. محمد نومان، كيف حالك محمد؟ زين الحمد لله. شو عندنا، هذا الباكستاني؟ هذا كله باكستاني. نفتح شوي، عيل باكستاني عندنا مشاهدينا الكرام. هذا العيل صغير ولا الكبير؟ لا هذا صغير مال العيل الصغير، خبرنا شو اسعار اليوم ما شاء الله؟ هذا مال العيل صغير مال باكستان، اليوم مال طيارة. طيارة. ايوه. ذبح باكستان، طيارة اليوم عندنا واصل مشاهدينا الكرام، سعر الكيلو كم اليوم إن شاء الله؟ 20 درهم بعدهم. بالعظم اليوم على 20. ايوه. على 20 درهم اليوم بالعظم، وفي عندنا اللحم الصافي بعد. صافي 30 أيوة. على 30 هني طبعا مثل ما تشوفون عندنا الريش، عندنا الرقبه هنا مشاهدينا هذا مال الريش، هذا مال الرقبه، وهذا هني هذا مال الرقبه، نفس هذا الشيء هذا مال الكتف، هذاك الكتف هناك أيوة. نصير خمسه ياك قدام شوي محمد. هني عندنا الكتف وعندنا الكبد ايضا مشاهدينا الكرام، وهذا هني عندنا الريش ولا شو محمد؟ هذا هذا مال الريش، هذا الريش بعد، هذا مال الريش، هذا مال الكتف بعد هذا، وهذه هناك القطعه شويه الكبيره ما شاء الله، سمسم الكتف نفس الشيء. زين هناك سعر غير ولا هني؟ هذا مال كبير مال بكر. هذا كم بعد ما شاء الله؟ هذا كيلو؟ اي نعم كيلو. كم؟ ما سمسم كريد هذا 30 20 20 أيوة 20 بالعظم على 20 ما شاء الله. والشب عندنا هنا هذا مال بدون، هذا مال صافي مال 30 30 درهم أيوة. وهذا هنا هذا مال كبده مال 25 مال 25 ايوه كيلو 25 درهم ولا اجل مال كبده كيلو العيل مشاهدي الكرام. زين نزل هنا محمد، محمد نرفع الكاميرا مشاهدينا بنشوف وياكم ما شاء الله عندنا مجموعه من الذبائح. لف هاي الذبيحه هي ما شاء الله، هاي شو الذبيحه هذه؟ هذا مال الكيني. الكيني هذا هذا خروف ولا تيس؟ هذا مال الخروف. خروف كم بعد سعره اليوم؟ هذا مال 35. 35 واللي بعدها ذبائح شو اللي عندك؟ هذا مال الهندي مال هذا 38. عندك هندي اليوم بعد انت ما شاء الله على 38 الذبائح مثل ما هذا مال عندنا؟ هذا باكستاني اول واحد الثاني كبير هذا؟ ايوه. وين باكستاني؟ راونا الباكستاني؟ أيوه. هذا الباكستاني. باكستاني كم اليوم؟ باكستاني 35. 35 درهم الكيلو. 35 درهم عندنا اليوم كيلو الباكستاني مشاهدينا الكرام، والهندي موجود، وهذا هني اخر ذبايح عندنا طبعا اللي هي العيل الباكستاني هذا اللي يوصل عندنا طياره مشاهدينا الكرام بشكل يومي، والاسعار تبدا في من 20 الى 30 درهم سعر كيلو. وهني عندنا محمد هذا الغنم الهندي طبعا، هذا مال الغنم الاثيوبي. اثيوبي عندنا اليوم مال 30 مال كيلو. وين الاثيوبي؟ خلينا نشوف وياك هني محمد، هذا الاثيوبي هنا. ايوه هذا. وهذا كل الاثيوبي هنا حاليا؟ لا هذا ما في اثيوبي، هذا مال الهندي. هذا الهندي وهذا الاثيوبي. الاثيوبي كم واصل عندك؟ 30 مال. على 30 درهم. الاثيوبي اليوم على 30 مشاهدي الكرام، والهندي اليوم على 38. والباكستاني هذا باكستاني 35 اليوم 35. واخر واحد شو هو عندنا؟ هذا استرالي محلي. استرالي محلي. أيوة. استرالي محلي طبعا مشاهدينا الكرام، هذا يوصلنا هنا ذبائح توصل عندنا الدوله هنا ويتم ذبحها في المقاصب عندنا في الشارقه وفي دبي ويتم توزيعها على المحلات هنا. وكم سعر الاسترالي المحلي؟ 35 ملكي. 35 درهم. أيوة. سعر اليوم تقريبا شويه نازل، قبل أيوة. كان على 37 36 اليوم اوفر مال 35. هذا سوي اوفر مال 35 اليوم، سوي خصم 35. أيوة. 35 درهم عندهم خصم اليوم مشاهدينا الكرام في هذا المحل. جزاك الله خير ما قصرت. بنستعرض وياكم ايضا مشاهدينا الكرام محلات ثاني بنشوف شو عندهم اليوم، شو من الذبائح الموجوده، بنصير نكمل هناك. هنا ما شاء الله الاخوان مشغولين اليوم عندهم ذبائح. السلام عليكم بختور، كيف حالك؟ شو عندك خبرنا بس هناك، شو عندك اليوم ذبائح؟ في هندي، في باكستاني. هندي وباكستاني في محلي. محلي شو اسعار اليوم الهندي؟ هذا هندي 37. 37 والباكستاني؟ باكستاني 35. 35 هذا توبيا في بعد. واثيوبي؟ توبيا 30. 30 ما شاء الله اليوم اسعار نازله. اه نازله توبيا في ناقص نازل عندنا اليوم الاثيوبي سعره نازل. شكرا يا بختور ما شاء الله. تلاحظوا مشاهدينا الكرام من بعض المحلات الموجوده عندنا هني ما شاء الله اليوم عندهم متوفر الهندي بكميات طيبه. اسبوعين اللي طافوا ما كنا نحصل الهندي لان كانت كميات او اللي وصلنا شيء قليل، واليوم عندنا ايضا هذا المحل هنا ما شاء الله اليوم عنده اظني هذا العيل هذا. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذا عيل باكستاني؟ ايوه عيل باكستاني. كم اليوم ما شاء الله؟ هذا اليوم يجي كيلو كم؟ هذا كيلو ما عظم 25 مال ظهر. مع العظم 25 الظهر. أيوة. واللحم الصافي؟ هذا صافي لحم 35. 35. ايوه 35 درهم اليوم عندنا العيل. هذه قطع الظهر كلها هني اللي هي الفتيله طبعا مشاهدينا الكرام، وقلنا 25 و30 اليوم لحم الصافي، والقطع الموجوده هنا عندنا الثانيه من هذا ما ادري ما شاء
هذه لهنا مع العظم على 20 درهم، على 20 درهم مني اليوم مع العظم مشاهدينا الكرام. طبعا الاسعار مثل ما خبرناكم اليوم مشاهدينا تبدا من 30 25 درهم، وما شاء الله في اقبال كبير اليوم على اللحوم المعروضه، وطبعا كل شيء طازج يوصل عندنا هنا باستمرار. هذا باكستاني محلي ولا طياره؟ لا طياره، باكستاني طياره. طياره باكستان. هذا صغير ولا كبير؟ بتلو ما شيء. لا لا هذا ما في فيديو، لا هذا يجي وسط، ما في كبير ما في صغير. الوسط هذا. هذه عندنا ذبايح اللي هي طبعا الوسط، اعمار شوي تكون عندنا صغيره. وعندنا الهندي اليوم بعد موجود؟ هذا كبده. لا الكبده كم هنا؟ هذا كبده 35. 35 كبده. أيوة. على 35. والغنم هندي كم؟ هذا هندي 37. 37 درهم. أيوة. 37 درهم. جزاكم الله خير. بنشوف وياكم هني الذبايح اللي موجوده مشاهدينا الكرام. اليوم الهندي مثل ما خبرناكم متوفر عندنا بكميات طيبه، والاسعار كم قلنا الهندي عندك؟ هندي كم اليوم؟ هذا اليوم يجي، كل يوم يجي الهندي. نعم، بس كم سعر الكيلو؟ كيلو 37. 37. 37. أيوة. الهندي اليوم محلات 38 ومحلات على 37 درهم. وهني هذا اخر شيء شو عندك ابوي؟ هذا استرالي زبن محلي. محلي استرالي محلي. كم الكيلو عندك؟ هذا كيلو 37. 37. 37. والكبد على كم؟ هذا كبده حبه 30. هذا محلي هذا الشكل. ايوه هذا 30 الى 25. ايوه 30 الى 25. جزاك الله خير مشكور. مشاهدينا متابعينا الكرام، استعرضنا وياكم عدد من المحلات هنا، وشفنا وياكم اليوم اسعار اللحوم المعروضه. طبعا الهندي مثل ما لاحظتوا نزل سعره، وصل بين 37 الى 38، واحيانا كان يوصل الى تقريبا 40 الى 42، لكن حاليا الاسعار نزلت. الذبيحه كامله يطلع سعرها اليوم عندكم بالذات الهندي يوصل سعره بين سعر الذبيحه عفوا يوصل السعر بين 230 الى 220 مثل ما خبرونا الاخوان، بالاضافه الى الاسعار الثانيه يمكن احتمال بعد تكون شويه اقل عن 210 درهم او حتى تكون 200 درهم. متابعينا ومشاهدينا الكرام، اتمنى تكون ان شاء الله هذه فقره نالت اعجابكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه، وحياكم الله ومع السلامه.